قطر. قطر سوبر الافريقي. بص يا باشا، قول لي فندم، ده الولد ضابط المخابرات القطري بعت لي صوره امير ابني انا اليه وانا اليه راجعون، ده المشرف على فريق الكوره. بيقول لك انا بحب يكون عزا محمد وامير، محمد ده حفيدي، في يوم واحد. برضه تمام. دول ولاد احمد فرح وعمر. ما تخليش سرهم تتعرض. لو بتحبهم ما تعرضش سرهم. ابعد عن سكتي. وبلاش تشتم قطر وموزه وتميم. انا في حبل المشنقه. تمام. دي دوله روحها. دي بس لو كنت رحت كنت سجلت جون. بس انا بعت الاهم مني. بعت الاهم طبعا، صوره الرئيس السيسي طبعا، ده اهم مني 100 مره طبعا. ها صح، ايه رايكم يا قطر؟ لا وكانت ملعوبه. تمام ملعوبه. وانا قايل لك قبليها واحد سافر بيها مخصوص بالفن الله. صحيح. ايه رايك يا تميم يا ابن موزه؟ ادي الرئيس اهو دخلته لك الدوحه. سيبك من والدته، خلينا مع تميم. ام وانيل منه ارجوك. بص يا باشا اتفضل. ده ولد اسمه محمد. كان شغال مع ابو سنيده. ده جنسيته ايه؟ مصري. مصري محترم. ايوه. بعت لي قال لي انا مش ما اعرفش تليفوني لمحمود خالد اللي هو مستشار النادي. قال له عايز تليفون الاستاذ مرتضى. الاستاذ مرتضى في ابو سنيده القطري بالمسابقه بالتسجيلات. انا قلت دي مصر، انا اهلاوي، انا اهلاوي بس دي مصر. شوف بقى الادب بتاعه. هبعت لك كل حاجه. الولد ده استنى، لانه محمد ده ممكن يكون من فتره كلمني وبعت لي حاجات من قطر. ايوه. محمد ده ده الاسم الحركي بتاعه محمد، بس هو اسم تاني. اتفضل يا فندم. ايا كان ايا كان، ابتدى يبعت رسايل ابو سنيده والخونة اللي هنا اهم عايزين يجيبوا بلطجيه يضربوا احمد وامير هناك. هنا هنا ويلبسوها في الاهلاويه. انا بقول بقى دي الفتنه بقى، ده التخابر. بعدين نخلي بالنا يا باشا اهو. ويلبسوها فين؟ في الاهلي. لو يطلع مرتضى يشتم جمهور الاهلي. يا نهار اسود، فيبقى عندنا مشكله. عرفت الخونه اللي عندي هنا اللي بيقبضوا وهم عارفين اسمائهم كلهم اللي انا قلتها في قناه الزمالك. تمام. قناه الزمالك حابب تقول زي ما حضرتك عايز. انا بس بقول لك بوريك ايه ويقولوا ايه ده مين اللي ضربهم. الاهلاويه. اتفضل يا باشا، بسلم على امير حبيبك هيوحشك، الناس مستعجله تموته. دي كلها رسائل يا باشا منه هو ابو سنيده. بيتفاهم مع العصابه اللي هنا. ده انا عندي اتنين مصريين. كل ده بلغت عملت بيه يا باشا بلغت بالادله. تمام. عشان كده كانت مخاوف انك تسافر قطر. بص يا بيه، انت خايف على القطط ولادك. طب ايه رايك في قطط اللي بتلعب في النادي اللي هم مين؟ اللعيبه. اللعيبه. تمام. طب دول يسافروا ازاي؟ فريق انا يسافر؟ فرحت عامل الاتي. ايوه ادي الملف. وكل وقت ادي الملف عشان لازم نروح للنقاط التاليه، بس ده اهم من النقاط التاليه. لا باش. كله مهم. ليه تبقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لما جالك التهديدات دي والحاجات دي قررت تعمل اجراءات قانونيه. قانوني. الاتحاد الافريقي الاول. لا نعم، معالي النائب العام المحترم. معالي النائب العام الاول ثم شخصية محترمة. تمام. بص يا باشا كويس، اتفضل يا فندم. فعملوا ايه بقى؟ خطف محمد. المصري اتخطف. وبعت لي صورته والدم حواليه. مين اللي خطفه؟ هما ابو سنيد. هو اللي بعتها لي يا باشا من عنده، ابو سنيد اللي هو تليفونه هو خطف محمد اهو. اهو. تمام. وكتب هنا ورا عليه التهمه التخابر مع مرتضى منصور اللي كذا وشعب مصر بيشتمنا يعني. تمام. وادي الدم اهو مكتفه من ورا. نعم. وبعت لي رساله قال لي محمد الخاين خرجوه من ماليزيا بطريقه مال دوله ثانيه. بقول لي سفيرك في ماليزيا دور عليه، بس ما تعبش نفسه ضرب مطارات او جزر. لا المصري ده لازم يتجاب. لا تاني، المصري ده اللي كشفهم وبعد كل حاجه لازم يتجاب. لا حضرتك بتقول ده مخطوف. ده هو اللي بعت لي. يا باشا اهو مخطوف. محمد الخاين خرجوه من ماليزيا. قطر ولا ماليزيا؟ ماليزيا يا باشا. مخطوف في ماليزيا. خرجوه من ماليزيا. طيب ادي ده ابو سنيد اهو. بطريقه مالي دوله ثانيه. ايه بقى؟ قول لسفيرك في ماليزيا بيستاهل بينا يدور عليه، بس ما يقابش نفسه يدور في المطارات. بلغت بالكلام ده ولا لا؟ يا باشا رسمي رسمي. وعايز وزير الخارجيه المصري من فضلك.
السيد سامح شكر محترم من طبعا راجل طبعًا. محترم عامل نعم. جهد كبير وزير الري في موضوع سد النهضة سد النهضة تمام نعم. من فضلك ده مصري انا عندي تسجيل هو بعتهولي بقى مين اللي بعتهولي ابو سنيده لمحمد بيقول له ابوس ايدك ما تموتنيش الولد تسجيل يا باشا عندي لو حد تحب اسمعه بس هي